الحقيقة حلقة النهاردة وهي تحمل الرقم 735 من حلقات ملك وكتابة لا تحتمل إلا عنوان واحد فقط. طبعا فيها كتير جدا من الكواليس ومن التفاصيل ومن أسباب اللي حصل وحاجات كتيرة في ثنايا هذا الإنجاز الكبير، لكنه العنوان الوحيد اللي بتحمله هذه الحلقة الأهل القمة اسم على مسمى. عارفين ليه؟ لأنه الكلمات دي مع كل جون من الأجوان الأربعة الرائعة للأهلي في مرمى الهلال السعودي كانت بتهز مدرجات آل نهيان. الأهلي القمة اسم على مسمى. الأهلي القمة اسم على مسمى، أهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى، هتزيد وتعلي احسب لي وقول لي في السنة شوف كام بطولة حققناها، مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة، ده محلي وقر عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقر أو منتهي مسألة. الأهلي القمة اسم على مسمى، أهلي وفي دمي التشجيع وبتباهى، هتزيد وتعلي احسب لي وقول لي احسب لي وقول لي شوف كام بطولة في السنة حققناها. هو ده الأهلي صانع البهجة، هو ده النادي الأهلي سفير السعادة، هو ده النادي الأهلي اللي بيدخل الفرحة على قلوب كل محبيه، على قلوب كل أبناء الوطن العربي اللي عاشوا أسعد اللحظات في تتويج الأهلي بالبرونزية، والأهم من البرونزية وأغلى الحقيقة الكرة الحلوة، الظهور المشرف، الالتزام الأخلاقي والمساندة الجماهيرية الكبيرة اللي أعتقد بينت للناس ولكل الناس حجم شعبية النادي الأهلي، مدى ارتباط الكل بالنادي الأهلي، مدى التقدير العالمي الكبير للنادي الأهلي. حلقة النهاردة وحلقة الخميس اللي جاي إن شاء الله هتستمتعوا بكواليس كتيرة جدا من قلب الحدث، ردود الأفعال العالمية، التعليقات لكبار النجوم والمدربين العالميين اللي كانوا موجودين معنا في فندق الإقامة الخاص ببعثة الفيفا واللجنة العليا المنظمة للبطولة، كانوا شايفين الأهلي إزاي، وردات الفعل بعد الفوز بالأربعة أو حتى بعد الهزيمة من بالميراس البرازيلي، وإزاي شايفين أنه في فريق لعيبته الدوليين جايين من بطولة كبيرة جدا وداخلين على بطولة أكبر بدون أي فواصل زمنية إلا رحلة الطيارة في العشرة 12 ساعة اللي قطعوها من ياوندي إلى البحر إلى أبو ظبي مرورا بالقاهرة. دي تفاصيل كتيرة جدا هتخلي كل واحد أهلاوي فخور باللي حصل، سعيد باللي حصل، مقدر هذا الجهد الرائع جدا من اللعيبة والجهاز الفني.